السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم يا شباب في الجزء الثاني من التيرز أوف موتور كنترول. لو لسه أول مرة تفتح التيرز أوف موتور كنترول، ففي مقدمة مهمة في الجزء الأولاني من المحاضرة، أرجو إنك ترجع لها الأول قبل ما تدخل في المحاضرة دي، لأن محتويات المحاضرة دي معتمدة تماما على فهمك للمحاضرة السابقة. أول ثيوري من الموتور كنترول اسمها الريفلكس ثيوري، وهي معتمدة بشكل رئيسي على الفكرة إن أي رياكشن إحنا بنعمله دايما ناتج من سنسوري ستيمولاي، دايما ناتج من ستيمولس الأول. يعني أنا كوباية، فدي فيجوال ستيمولاي، وفي نفس الوقت عندي الديماند إن أنا عايز أشرب، فالستيمولس بتاعتي كانت external ان انا شايف كوبايه الميه، وانترنال ان انا عندي sensation of thirst. بعد كده همشي في سكه reflex من السنسوري نيورونز الى الموتور نيورونز لغايه ما احرك المسلز اللي انا عايز احركها عشان امسك الكوبايه واشرب. انا سمعت حاجه مثلا والحاجه دي بتقول لي stop، او الحاجه دي بتقول لي اتحرك، فانا نفذت الموتور كوماند بناء على ذلك. انا اتحركت بناء على sensory stimuli. فالreflex theory معتمده تماما ان انت بتنفذ الموتور كوماند بناء على sensory stimulation first. يعني لازم حاجه الاول تعمل sensory stimulation، قد تكون sensory stimulation دي visual، قد تكون auditory، قد تكون tactile، قد تكون proprioceptive، قد تكون whatever. فهي معتمدة تماما على الايديا بتاعت ان انت لازم الاول يكون في sensory stimulus عشان خاطر انت تعمل production of movement. ده المين كونسبت بتاع الثيوري، وتحس ان هو مخلي الانسان عبارة عن reflexive organism، يعني بني ادم او كيان بيرد فقط على الحاجة لما تعمل stimulation. طبعا كان الهدف من الثيوري في الاول انه يوضح ان السنسوري ستيمولاي مهمه جدا عشان خاطر ريسبوند ليها واعمل ليها موتور كوماند مناسب يخليني اقدر انفذ التاسكينج بتاعي. لكن طبعا لو انت اخدت بالك هتحس ان انا لازم حاجه تعمل لي ستيميليشن فيرست عشان انفذ الموتور كوماند، وده قد يكون غير مقبول في بعض الاكتيفيتيز زي ما هنتعرض دلوقتي للسترونج والويك بوينت بتاعت الثيوري دي. طيب هما اصلا جابوا فكرة الثيوري دي منين؟ هما كانوا بيعملوا تجارب زمان على القرود، وحاولوا ان هما يعملوا حاجة اسمها dorsal rhizotomy، يعني بيحاولوا يشيلوا جزء من السنسوري افرنس اللي جاي من اي طرف من الجسم، سواء من الابر limb او من اللور limb، وهيشوفوا هل الكائن او ساعتها كانت القرود يعني هتقدر تستخدم الليمب ده بغياب السنسوري ستيميليشن ولا لا. طبعا هم عملوا الموضوع ده وعملوا نوع من الريسكشن ل one side من الدورسال روت جانجليون. الدورسال روت جانجليون مسؤولة عن الريسبشن of sensory stimuli من أكتر من sensory afferent في الجسم أو في الليمب اللي جاي منه هذه الاستيمولاي. ولقوا طبعا إن القرود اللي اتعمل لهم الموضوع ده بقوا unable إن هم يستخدموا الليمب تماما، بالرغم من وجود intactness أو إن الموتور فايبرز كما هي ما اتغيرتش. فهم يعني اعزوا ان غياب السنسوري فايبرز هيأثر بشكل كامل على الموتور كوماند، وبالتالي يبقى القصه كده محتاجه دايما سنسوري ستيميليشن عشان خاطر يحصل موتور بيرفورمانس. كان ده يعني الكونسبت بتاعهم ساعتها ان النيرفس سيستم معتمد على سنسوري ستيمولاي والسنسوري بارت من الريفلكسز قبل ما يعمل اي نوع من الموفمنت، وهم كده بيعاملوا الكيان على اساس ان هو لابد من وجود سنسوري ستيمولاي معديه في الريفلكس ارك او في الاسترتش ريفلكس اللي احنا خدناه زمان عشان خاطر يدخل السباينال كورد ويبقى ريسبوند منه بموتور كوماند، او حتى لو طلع للبرين ورجع يبقى يقدر برضه ينفذ موتور كوماند. فكان ده هدف الثيوري ان لابد من وجود سنسوري ستيمولاي او سنسوري انبوت، ده اسينشال جدا عشان اي موفمنت باترن. طبعا هذا الكلام قد يفسر كميه كبيره جدا فعلا من الموتور بيرفورمانس اللي احنا بننفذها، لكن الانسان مش كيان ريفلكسيف، يعني هو مش مجرد ان بيتعرض لفيجوال ستيمولاي او اوديتوري ستيمولاي او تاكتايل او كوتينيوس او وات ايفر فيرد عليها. الانسان عنده سبونتينيوس voluntary movement لا تحتاج لأي sensory stimulation. يعني أنا ممكن أعمل contraction في أي عضلة تعجبني،
بغض النظر عن وجود سنسوري ستيمولاي من عندهم، او بغض النظر عن وجود فيجوال او اوديتوري او وات ايفر ستيميليشن من حواليا، انا اقدر اعمل سبونتينيوس موفمنت براحتي من غير ما يكون في سنسوري ستيمولاي اصلا. ممكن اعمل فولنتري كونتراكشن في اي عضله تعجبني من غير ما يكون في اي نوع من سنسوري ستيميليشن اساسا. انا ممكن اعمل كونتراكشن في اي وقت يعجبني. وكمان معظم الفولنتري موفمنت الانسان بيأديها كسيكونس اوف موفمنت لا تشترط عليه وهو بينفذها ان يكون موجود سنسوري ستيميليشن بشكل مستديم. يعني انا دلوقتي تعرضت لاي نوع من السنسوري ستيميليشن او حتى من البين سنسيشن، فانا رديت بانفولنتري موفمنت. طب ما انا ممكن اتوجع من حاجه ولكن لو سبتها هتقع وتتكسر. يعني انت مسكت كوبايه ميه وطلعت سخنه جدا، لو انت ريفلكسف فعلا هتسيبها فورا وهتقع تتكسر على الارض. لكن انت ليك فولانتري كوماند على هذا الريفلكس وتقدر انك توقفه وتقدر انك تكمل امساك لهذه الكوبايه بالرغم من ان هي دلوقتي بتصدر بين سنسيشن كبير. فهذا الكلام غير مفهوم، هذا الكلام بناء على الثيوري دي ما ينفعش يحصل، ما ينفعش يبقى فيه فولانتري موفمنت او فولانتري كنترول على الريفلكس. بعدين كمان النظريه ما فسرتش السيكوينشال موفمنتس. يعني ايه السيكوينشال موفمنتس؟ يعني دلوقتي انا بعمل موفمنت في سيكونس معين، هذا السيكونس مختلف التدرجات مختلف الاشكال. يعني انا مديت ايدي مسكت الماوس حركت الماوس في مالتيبل دايركشن، كل الكلام ده كان بيزد على فيجوال استيمولاي واحده ان انا عايز امسك حاجه معينه موجوده على الشاشه او عايز اوصل لحاجه معينه موجوده في التارجت. طب ما ده وان سنسوري ستيمولانت وعمل كاسكيد او سيكونس ضخم جدا، وده برضو مش مفهوم ازاي وان سنسوري ستيمولاي تعمل كل الكلام ده. مش كده بس، قال لك السنسوري ستيمولاس تقدر تتريجر فيريس ريسبونسز. يعني ايه فيريس ريسبونسز؟ زي المثال بتاع كوبايه الميه السخنه اللي قلناه. دلوقتي انا متعرض لموقف هيجبرني ان انا اسيب الحاجه، ما ذلك انا ما سبتهاش، والعكس انا ممكن امسك حاجه ويكون ملمسها مش عاجبني، لا ومش هيعمل لي دامج ولا حاجه بس ملمسها مش عاجبني فسيبها وسيبها تقع كمان. فازاي يكون في فيريس ريسبونسز او يبقى في موديوليشن للريفلكسز اذا كان الانسان معتمد فقط على ان هو ينفذ الموتور كوماند بناء على السنسوري ستيمولاس فقط. طبعا الكلام ده ما كانش ساعتها مفسر بشكل كبير. الاكتر من كده كمان ان النوفل موفمنت او الحركات الجديده كان بي كارد اوت. يعني ايه كان بي كارد اوت؟ يعني انا ممكن اعمل حركه جديده تماما بغض النظر عن السنسوري ستيمولاي اللي انا استقبلتها. يعني دلوقتي انا شايف حاجه جايه عليا بسرعه، بس الحاجه دي صحيح هي جايه عليا بسرعه لكن مش هتضرني في اي شيء. لو انا انسان ريفلكسيف كنت بعدت عنها وجريت بايتر، لكن انا اخترعت نوفل موفمنت، اخترعت حاجه تانية خالص، بل ان انا مسكت الحاجه دي كمان. وبالتالي الريفلكس ثيوري كانت معتمده على السباينال كورد ليفل قدر الامكان، او معتمده على ان الانسان كيان ريفلكسيف بيرسبوند دايما بالسنسوري ستيمولاي. لكن هذا الكلام في بعض النواقص، ان هو لا يفسر انك تقدر تعمل voluntary movement بدون اي sensory stimuli. برضه ما يفسرش ازاي انا ممكن اعمل modulation لاي ريفلكس واوقفه بغض النظر عن النيتشر بتاع الريفلكس. وما فسرش كمان ازاي انا ممكن اخترع new responses للريفلكس. واخيرا ما فسرش السيكونس او الكاسكيدز اللي ممكن كلها تتكون من single sensory stimuli. بالتالي الثيوري كانت اكسبتد لغايه فتره، بعد كده بدات ان هي تخرج شويه من السكوب بتاع التفسير لان كان فيها نواقص كثيره جدا. ومع ذلك هي برضو هتانتسيبيت حاجات مهمه هنتعرض ليها بعدين، وبنى عليها برضو مدارس علاجيه احنا لسه بنستخدمها لغايه دلوقتي وبتجيب نتيجه كويسه. طب ايه الامبليكيشن او ايه الاستخدامات اللي اتعملت من الريفلكس ثيوري؟ هما قالوا ان الريفلكسز بتخلي الثيرابيست يقدر يبريدكت الفانكشن، يبريدكت الموفمنت باترنز الموجوده في البيشنتس. يعني مثلا لما انت بتست اي نوع من الديب تندن ريفلكسز في البيشنت، انت بتحدد بالظبط هو في انهي مرحله من الموتور ريكفري. هل مفيش ريفلكسز خالص، الدنيا فلاكسد تماما، ولا الدنيا سباستيك وبالتالي فيها نوع من الهايبر ريفلكسيا، ولا الدنيا ريجيد وبالتالي الريفلكس عالي لكنه هندرد او متوقف بسبب الميكانيكال هندرنج في الجوينت، ان انا عندي اتنين سبونتينيوس ريفلكسز بيطلعوا في نفس الوقت او اتنين هايبر اكتيف ماسل على نفس الجوينت. بالتالي الريفلكس برضو ادالك نوع من التصور للموتور ريكفري بتاع البيشنت.
بل ان الرفلكسز متقسمه في المنهج superficial reflexes deep reflexes pathological reflexes متقسمه لكميه كبيره من الاشكال وبالتالي انت منها تقدر تقول البيشنت ريكفري او البيشنت موتور فانكشن شكلها عامل ازاي. ودي حاجه مهمه جدا لان التشيند او الكومباوند ريفلكسز زي السوبرفيشال ريفلكسز معتمده تماما على التاتش ومعتمده على السكن سنسيشن عشان خاطر تنفذ على مستوى الهاير سنتر. يعني لو انت استخدمت اي نوع من السوبرفيشال ريفلكسز انت مجرد عملت سنسور ستيميليشن بس على السكن، دخل السباينال كورد، طلع لغايه البرين، نزل من البرين في الموتور تراكت ثم عمل كونتراكشن، فده بنسميه تشيند او كومباوند ريفلكس، يعني حاجه طويله مالتي سينابتيك. وبالتالي الرفلكس برضو ادالك صورة عن الفانكشن بتاعة البيشت ممكن تكون عاملة ازاي. مش كده بس، البيشت movement behavior will be interpreted in term of presence or absence of controlling reflex. يعني ايه؟ يعني ممكن انا فعلا اقدر اعمل للبيشت pathological reflex وليكن مثلا اي نوع من البلانتر ريسبونس زي مثلا جوردون ميثود او whatever. كل الكلام ده طالع بشكل pathological. طب هل البيشنت يقدر يكنترول الريفلكس ويبطئه او يوقفه او يمنعه؟ ده برضو بيبريدكت الموتور ريكفري بتاع البيشنت، ان هو يقدر يكنترول على pathological reflex. طب انا دلوقتي نفذت اي نوع من التكتايل ستيميليشن ولتكن شويه painful، فالبيشنت المفترض يعمل flexor withdrawal وانا بقول له مهما حسيت وقف الحركه، بيشن فعلا بيعمل ريفلكس وتلاقيه بيرجع تين، لا بيمسكه بيخليش الدنيا تبقى اكتر من اللازم. بالتالي برضو الموفمنت بيهيفير او الموتور ريكفري بتاعت البيشن كان بيبريدكت برضو من مقدار تحكم البيشن في الريفلكسز، لان البيشن اللي انيبل الكنترول اي ريفلكس يبقى البيشن ده في الموتور ريكفري بيبقى بيزك جدا او لسه قليل. لكن البيشن اللي يقدر يكنترول الريفلكسز لدرجه ان هو يقدر ينهبت الريفلكس وما يطلعش، دي حاجه كويسه جدا في الموتور ريكفري بتاعه. فاينلي retraining motor control for functional skill will focus on enhancing or reducing the effect of various reflexes. بالظبط، يعني انا مطلوب مني ان انا قدر الامكان لما اجي اعمل اي حركه ما اعملش حركه بيزد على ان انا لازم يحصل لي sensory stimulation، يعني مش لازم اعمل tapping او scratching او squeezing او painful stimuli بالتالي انتج الموفمنت عشان خاطر اعرف اعمل الموف، مش لازم اعمل لنفسي quick stretch الاول عشان خاطر اعمل لنفسي اي نوع من الكونتراكشن. البيشنت برضو بيحاول قدر الامكان ان هو لما يجي يعمل موفمنت وهتشوفوها كتير ان يعمل نفس الكونتر لاترال موفمنت الناحيه الثانيه، يمكن تنهانس الدنيا شويه بالشكل بتاع الريفلكسز على مستوى السباينال كورد اللي هو الميرورنج رياكشن. لا انا مش عايز الرياكشنز دي خالص. هل البيشنت يقدر يعمل موتور موفمنت من غير ما يستخدم هذا الكلام ولا لا؟ فتحس ان الريفلكس ثيوري افادت الثيرابيست جدا في ان هو يقدر يستيميليت الموتور موفمنت ايام ما البيشنت كان فلاكسد تماما مفيش اي مسل تون. وكمان بدات تعلم الثيرابيست البيشنت وصل لقد ايه المرحله من السباستيك برضو باترن، لان الانتنستي بتاعت الريفلكسس والهايبر ريفلكسيا برضو اديت له انديكيشن. وكمان ورت الثيرابيست المقدار بتاع الموتور ريكفري، لانه البيشنت اللي بيعتمد على الريفلكسز تو بروديوس موتور موفمنت يبقى الريكفري بتاعه ضعيفه، بعكس البيشنت اللي هو ما بيعتمدش عليهم او يقدر يعمل كنترول عليهم او يقدر يعمل ريدكشن حتى للريفلكس انتنستي، ده الموتور ريكفري بتاعته بتكون افضل بكتير. فبالرغم من ان الثيوري نفسها ليها نواقص الا ان هي ليها كلينيكال امبليكيشن، فانتبه ان الثيوري مهما تبان لك ان هي غير منطقيه في بعض النقط الا ان الكلينيكال امبليكيشنز بتاعتها كان بي يوزد لغايه اليوم الحالي، لان انت تقدر تستخدمها في مراحل البيشنت ساعتها بيكون اكتر حاجه عنده انه ممكن يكون بس لسه على الريفلكس ليفل، لسه ما وصلش لمراحل انيشيشن اوف فولنتري او سبونتينيوس او فيريوس موفمنت، فانت طلبت من البيشنت اكتر من اللازم، فبالتالي البيشنت ريكفري بتاعك بيبقى مش سريع بالشكل اللي انت عايزه. فدي الكلينيكال امبليكيشن اوف ريفلكس ثيوري. تاني ثيوري بتتكلم على ترتيب النيرفس سيستم ب ليفل الكنترول اللي يقدر يشتغل بيه، بنسميها هيراركيكال ثيوري او هيراركي اوف موتور كنترول. ان انا بعتبر ان البرين عباره عن ثلاثه ليفلز من الكنترول، الهايست ليفل فيه هو السيربيلم والبيزل نيكلياي، الميدل ليفل فيه هو الموتور كورتكس اللي جواه البيراميدال سيستم والبرين ستيم نيوكليول،
واللوست كنترول ليفل هو السباينال كورد. ويقصد بذلك ان السيريبيلم والبيزا نيوكلياي مسؤول عن تكوين البروجرامز بتاعه الموتور موفمنت. الميدل ليفل بتاع الكنترول هو اللي بيترانسميت هذه البروجرامز على مستوى البرين ستيم والفستيبولار سيستم ريتيكولار سيستم و و و بروجكت الكلام ده الى ناحيه السباينال كورد. والسباينال كورد بيحتوي على موتور كنترول خاص بيه اسمه سنترال باترن جنريتورز، او زي دوائر عصبيه بتشتغل وتكرر الباترنز اوف موفمنت بشكل معين، وبالتالي يطلع لي في الاخر موتور اوتبوت. فعشان تفهم الموضوع ده هنقول ان مجازا البرين بيتعامل مع السباينال كورد على اساس ان البرين هو اللي بيصدر البرامج بتاعت الحركه شكلها عامل ازاي، ثم السباينال كورد هو اللي يبدا ينفذ هذه الاوامر بدوائر كهربيه خاصه بيه بتعمل تكرار للموفمنت باترنز. وبالتالي السباينال كورد هنا مش بينفذ لوحده، والبرين برضو ما يقدرش لوحده ينفذ الموتور موفمنت. هما بيتعاملوا مع الانسان على اساس ان هو عنده سنترال كنترول فوق اللي هو المفترض الهايست كنترول بتاعه على مستوى البيزا نيوكلياي والسيريبيلم، وعنده lowest form of control اللي هو spinal cord، ما بينهم middle level of control اللي هم جزء كبير من البيراميدال سيستم زي ما ان شاء الله هندرسه، وجزء من الاكسابيراميدال سيستم وليكن مثال عنه الفستيبلر والريتيكولار سيستم. فهم بيتكلموا ان انت مرتب الناس من رئيس مجلس اداره الى اعضاء الاداره الى الافعال اللي الموظفين هيعملوها، فهم مرتبينها بالظبط كأنها شركة ليها رئيس كبير وليها مجلس تحتيه، ثم ليها افكتورز بينفذوا هذه الأوامر. يبقى الهيراركيكال ثيوري بتتكلم على أساس الإنسان لما بيماتيور أو لما بيتطور من هو طفل صغير لسه معتمد على السباينال ليفل اوف كنترول، لسه معتمد على الدنيا بشكل بريميتيف ريفلكسز، لا ده بيكبر ويبقى معتمد اكتر على البرين ستيم ريفلكسز، ويبدا يظهر له فيسيولوجيكال موفمنت في البادي مور ذان نير ريفلكسز. ثم كل ما يبقى ماتيور اكتر كل ما كان البرين او الكورتكس يتطور اكتر ويلغي قصه البريميتيف ريفلكسز، يلغي اي حاجه بشكل مش بروجرامد، ويحول الدنيا الى بروجرامز اوف موفمنت او باترن اوف موفمنت. بينزل البرين ستيم يتم تنقيحه وتظبيطه، ثم ينزل السباينال كورد ياكتف السنترال باتر جنريتور بتاعه او يشغل المسلز بناء على البروجرام. وهم متحيزين تماما ان النوع ده من الثيوري بيقول ان دايما التحكم من فوق لتحت، مفيش اي نوع من التحكم على المستويات اللي تحت لوحدها، المستويات اللي تحت ما تقدرش تعدل على المستويات اللي فوق، لا هو دايما الدنيا من فوق لتحت. فالثيوري دي بتتكلم بنظام السيادة من الناس اللي فوق على الناس اللي تحت بدون أي شكل آخر من الموتور كنترول. تأكيدا على الكلام اللي فات، فهو بيقول إن الـ higher level control دايما over الـ lower level أو على الـ level below it على طول. وكمان بيتكلموا إن الماتيوريشن زي ما قلنا هو ماتيوريشن اوف ديفلوبمنت بناء على تطور الكنترول بتاع الإنسان من طفل بيعتمد على السباينال ريفلكسز لطفل تاني بيعتمد على السباينال والبريميتيف برين ستيم ريفلكسز إلى إنسان أدلت أو ماتيور يقدر يعتمد على الكورتيكال ريفلكسز. فهم بيأكدوا على إن دايما السيستم شغال من فوق لتحت، ودايما الماتيوريشن شغاله من تحت لفوق من السباينال كورد الى البرين. هنا بقى هو بدا يفهمك القصه بشكل اعمق شويه، يقول لك انتبه ان الدنيا في الهايست ليفل غير في اللوكال ليفل غير في الميدل ليفل. طبعا لوكال ولور ليفل هم بس مش عايزين كلمه يعني لور بحيث ان هي تبقى حاجه ضعيفه. فالكونسبت بتاع الموتور كنترول هيراركي ان دايما اللوكال ليفل بتاعك عباره عن الافكتورز بتوعك، الناس اللي بتنفذ البروجرامز، سواء كان مسل تنشن، جوينت رينج اوف موشن، سب بروجرامز او باترن صغيره متخزنه في المسل ميموري، متخزنه على مستوى اللوكال افكتورز بس. لكن الليفل اللي هو الميدل ليفل بتاع الكنترول اللي هو السيربيلا برين ستيم ثالموس بيزا نيوكلياي، بيعتبروا ان كل الناس دي عباره عن نواقل ما بين الهاير سنتر والبرين ستيم والسباينال كورد، على اساس ان هم بيعدلوا في شكل الموفمنت، بيعدلوا في شكل بروجرام شويه، بيعدلوا من احتياجك للبروجرام وهكذا.
لكن الهاي سنتر فوق اللي هو الموتور كورتكس او البرايمري سنسوري اريا او وات ايفر، كل القصه بتاعت الهاير سنترز من فوق هي بقى اللي بتنتج الكونسبتس بتاعت الموفمنت، هي اللي بتنتج الليرنينج، هي اللي بتنتج الاسوشيشن، هي اللي بتنتج السنسوري امبريشنز وهكذا. زي ما اتكلمنا قبل كده على الفرق بين الكوجنيشن والبرسبشن والسنسيشن، كان هما برضو ليفلز متقدمه عن بعضها في فهمك للسنسوري ستيمولاي. نفس الكلام انا هقول لك ان الهايست ليفل هو عباره عن الامبريشن بتاع الموتور موفمنت، الليرنينج بتاعها، الكونسبتس والثوتس بتاعتها، ثم البرنامج نفسه في الليفل اللي تحته، ثم تحت الاكسكيوشنر الناس اللي بتنفذ هذا البروجرام او بتحط سب بروجرامز خفيفه بناء على خبره معينه تم تطويرها على مدى تكرار الموفمنت. فدايما الكونسبت بتاع الهيراركي بيقول ان في مالتيبل ليفل اوف كنترول كلهم معتمدين على بعض، ولكن معتمدين على بعض من فوق لتحت بس. مشكلة الهيراركيكال ثيوري ان هي ما فسرتش الانسان الماتيور الطبيعي ازاي لسه عنده دوميننس في بعض البريميتيف ريفلكسز العادية جدا والبسيطة جدا، زي الفليكسر وذدرور ريفلكس اللي هو ان دوست على حاجة هتعورني او حاجة، وزي مثلا اي نوع من البريميتيف ريفلكسز اللي زي البلينكينج ريفلكس لسه برضو موجود. الله، ازاي الحاجات دي لسه موجودة مع ان الانسان المفروض ان هو بيماتيور، وكل ما زاد الكورتيكاليزيشن بتاع الموفمنت كل ما بقت الدنيا موتور بروجرامد مور ذان ان هي ريفلكسيف. فالثيوري ما فسرتش وجود هذه الريفلكسز بالرغم من انسان ماتيور ومش مصاب. في نفس الوقت فكره ان انا اتكلم على اللور ليفل كنترول ان هي حاجه بريميتيف وبدائيه وغير قابله للتطور وغير قابله للتعليم، فكره ما كانتش مقبوله. وفكره ان انا اخص دايما الهاير ليفل ان هو الماتيور والابروبريت، معنى كده ان السباينال كورد ما بيتعلمش اي حاجه، معنى كده ان اللور ليفل دي حاجات بريميتيف وحاجات بدائيه وحاجات غير مرغوب فيها، وانك دايما محتاج الهاير سنتر. وده مش منطقي، لان الانسان مش معقول يبقى مجرد بس عباره عن الهاير سنتر هم اللي بيعملوا كل شيء، واللور سنترز او اللور ليفل اوف كنترول مجرد بتنفذ. اللور ليفل فيها كميات كبيره جدا من فيدباكس، وفيها كميات كبيره من السنسوري لوبس، فيها حاجه كتيره جدا 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 بتدي فيدباك وبتاسند وبتعدل على البرين. فازاي اعامل السباينال كورد ليفل او حتى عامل المسل او الافكتورز ان هم ناس بتنفذ بس، ما لهمش الحق في ان هم يدوا فيدباكس، ما لهمش الحق ان هم يعدلوا على باترن اوف موفمنت. بالعكس، ده الناس دي بكل الفيدباكس بتاعتها سواء سنسوري سواء بروبيسبتيف سواء تاسك سواء واتيفر بتعدل على الباترن الموجود في الهاير سنتر. فبالتالي كوني بعملهم ان هم ناس بريميتيف وايماتيور كان برضو شيء غير مقبول في الثيوري دي. الهيراركيكال ثيوري اتبنى عليها مدرستين كبار جدا جدا في النيورال ريهاب في وقتها، وهي المدارس بتاع توفث والمدارس بتاع برانستروم. الاثنين استفادوا جدا من الثيوري دي في ان هم يفسروا هم عايزين ايه بالظبط في الاسسمنت في البيشنت او حتى في التريتمنت يعني بلاننج بتاعه. فرانس توم كان بيتكلم ان الهاير سنترز اللي اتصابت بسبب الستروك او بسبب الجلطات او وات ايفر ادت فرصه للبرينستم ليفل والسباينال كورد ليفل ان هو يبقى هو الدوميننت على البيشنت، بالتالي الريفلكسز بتاعته بقت ابنورمال او الباثولوجيكال ريفلكسز رجعت تظهر، البريميتيف ريفلكسز رجعت تبقى هي محور الحركه. بالتالي برانستروم حتى بنت كل الكونسبت بتاعها بناء على ان البيشنت بتاعك حاليا ريليزد عليه فقط البرينستيم والسباينال كورد ليفل، فمن غير المنطقي ان احنا ندربه بناء على وجود الكورتيكال ليفل. حتى هي بنت الاسسمنت بتاعها بناء على الوجود بتاع البريميتيف ريفلكسز والباثولوجيكال ريفلكسز، بل ان هي استخدمتهم في مراحل التريتمنت الاوليه عشان تسترجع المسل تون وتسترجع جزء من الفانكشن. طبعا الكلام ده جيد جدا جدا، لكن فيما بعد مش هينفع افضل معتمد على البرينستيم والسباينال كورد ريفلكسز على اساس ان هم يدوني الموتور موفمنت، لان كده الانسان ده فعلا بيكون الكورتيكاليزيشن اوف موفمنت بتاعه ضعيف جدا، بالتالي التاسك بتاعته تنفيذها ضعيف والشغل بتاعها مبقاش قوي. ومع ذلك احنا استفدنا جدا من الهيراركيكال ثيوري في ان احنا نقدر نحرك البيشنت في المرحله الاولانيه اللي هو بيكون فيها فلكس تماما، ونبدا نجيب منه موتور موفمنت موتور كونتراكشن، ونشيل كل الكوارث بتاعت الفلكس ستيج،
بالاعتماد على الثيوري دي في ان انا ابدا استفيد من السباينال كورد والبين ستيم ريفلكسز في انتاج الموتور موفمنت. حتى بوبس نفسها فسرت وجود الابنورمال بوستشر رياكشنز رايتنج الكوليبريم والبروتكتيف ريسبونسز، وان هي قالت ان معظم البوستشر ريفلكسز او بوستشر رياكشنز معظمها بينتج من كورتيكال بروجرامينج، مش مجرد ان هو ريفلكس العضله بتشتغل وخلاص. فبغياب الكورتيكال بروجرامينج في عينين الستروك فانت هتلاقي ان البوستشر ريفلكسز رجعت تبقى بريميتيف ومش مقبوله، فتلاقي ابنورمال بوستشرال تون، تلاقي ديفيشنز، تلاقي ليستنج فينومينا، تلاقي ابنورماليتي في الاكوليبريم رياكشنز، لان الرياكشنز او البوستشر ريفلكسز بقتش موجوده بشكل كورتيكال، دي رجعت تاني على مستوى البرينستم والسباينال كورد، فبقت غير ادابتيف وغير سريعه بشكل كافي. فسواء بوبس سواء بارنستروم، اثنين من اكبر المدارس في النيورال ريهاب في وقتها، فالاثنين اعتمدوا جدا على الثيوري دي في تفسير جزء كبير من الموتور كنترول الحالي في مرضى الستروك، وكمان في بعض الاستخدامات للسباينال كورد والبريمتيف ريفلكس ليفل في التريتمنت، خاصه في برانستروم ابروتش. الثيوري اللي بعدها اسمها الموتور بروجرامينج ثيوري، ودي معتمده على فكره ان انت عندك سنترال موتور باترن او بروجرام محدد موجود في الهاير سنترز، وبينتقل ويتم تنفيذه حرفيا على مستوى البريفرال بارت او على مستوى السباينال كورد بمنتهى الدقه، ولكن مفيش احتياج لوجود سنسوري انفورميشن من الاول عشان ننفذ هذا الموتور باترن. وفي نفس الوقت هذا الموتور باترن بيأكتيفيت حاجة على مستوى السباينال كورد اسمها سنترال باترن جنريتورز. سنترال باترن جنريتورز دي عبارة عن زي باترنز او ريزمز او مجموعة من الحركات او مجموعة من الاكشنز محفوظة من الاول، وبالتالي مجرد بس ما اعمل لها شرارة حركة من السنترال باترن الموجود في البرين هي هتتكرر بشكل متواصل على مستوى البريفرال بارت بدون تدخل تاني من السي ان اس. وكمان الثيوري بتقول ان السنسوري انبوتس مش شرط اصلا عشان خاطر ننتج الموتور موفمنت، وان كان ليها دور في الموديفيكيشن او الادابتيشن في الموفمنت فيما بعد او في تغيير السنترال بروجرام الموجود في البرين. فهم هنا بيتكلموا على اساس ان السباينال نيورال نتوركس او السباينال كورد محتفظ جواه بلوكوموتيف ريزمز او بدوائر عصبية محفوظ جواها كميات كبيرة جدا من الموفمنت باترنز اللي بتحرك الابر لمب واللور لمبس او الترانك او whatever، اللي هي كمان مش محتاجة سنسوري انبوت بي اكتيفيتد، هي بس مجرد اشارة تجيلها من السنترال نيرفس سيستم وهي تبدأ تتكرر بشكل متواصل على مستوى السيجمنت اللي انت عايز تحركه، ثم ممكن يجي لها بعد كده اشارة اخرى من السي ان اس ان هي تتوقف. فالموضوع شبه بالظبط ان انت دورت عربيتك، انت مجرد ما اديت شرارة الحركة خلاص العربية دارت وكل الدوائر بتاعتها اشتغلت الكهربية والميكانيكية وتقدر تمشي وتعمل وتنفذ لغاية ما تكرر نفس حركة المفتاح تاني وتطفيها فكل حاجة تطفي. فالموتور بروجرامينج ثيوري بتعتمد على فكرة ان السنترال نيرفس سيستم هو التريجر بتاع السنترال باترن جنريشنز الموجودة على مستوى السباينال كورد اللي بتنفذ الحركات على مستوى اللمس وعلى مستوى الترانك. وعملوا تجربة وجابوا قطة عملوا انترفيرنس مع السباينال كورد بتاعها، وقدروا ان هم بأجهزة معينة يعملوا هم اشارة فيها ريزمز معينة نيورال يعني زي الكتريك ستيميليشن يعني تروح للسباينال كورد بحيث ان هي تحفز الموفمنتس بتاعت اللمس بتاعت القطة دي. وكانوا حاطين القطة على حاجة شبه التريد ميل اللي احنا بنستخدمه كهيومنز، لقوا ان مجرد ما عدى يعني شكل معين من النيورال امباسس اللي هم بعتوها ثرو السباينال كورد على مستوى الموفمنت، القطة بدأت تاخد لوكوموتيف يعني دايركشنز، بدأت تتحرك كأنها بتمشي بالرغم ان البرين ما اصدرش اوامر، وبالرغم من ان هم اللي عملوا الاوامر دي باستخدام الالكتريك ستيميليشن بتاعهم. فهم يعني بيقترحوا ان النيورال كونكشنز هي ستيريوتايب اند هارد واير، يعني هي عباره عن دوائر متواصله ببعضها عن طريق نيورونز، وستيريوتايب معناها ان هي جواها
ديفولت او اشكال من الحركه محفوظه من الاول بالفعل وبيتم تنفيذها على مستوى السيجمنتس او على مستوى الليمز بمجرد بس ما السنترال نيرفس سيستم يبدا يدي اشاره الحركه فقط. طبعا الثيوري تحس ان هي يعني جامده شويه او فيها نوع من الجمود ان انا محتفظ بالباترنز بتاعه الموفمنت بشكل ستيريوتايب جوه السباينال كورد ومستني اشاره بس من السنترال نيرفس سيستم من فوق يديني بس البروجرام اللي انا امشي عليه، وبالتالي هنشغل السيركتس على مستوى السباينال كورد هي اللي تدي لك الموفمنت على مستوى الليمس او حاولوا ان هم يعني يحسنوا صوره الثيوري شويه اللي هي الموتور بروجرامينج ثيوري، وقالوا ان الموتور بروجرام هو بس بيوصف الهاير ليفل كنترول بس بشكل دقيق شويه، وان الريسيرش اللي هم عملوها اثبتت ان البيرسون سايكولوجي والاحتياج بتاعه في التنفيذ للموتور موفمنت ده بيغير شكل الريسبونس بتاع البروجرامز وبيغير شكل الاكتيفيشن على مستوى السنترال باترن جنريتور على مستوى السباينال كورد، وبالتالي بيغير الموتور بيرفورمانس بتاعت التاسك. فهم حاولوا يعني يضيفوا نوع من السنسوري امبريشنز على الثيوري ان البيشنت او السبجكت سايكولوجي هيغير من شكل البروجرامينج وهيغير من شكل السيركتس اللي هتبقى اكتيفيتد على مستوى السباينال كورد، وبالتالي هيغير من التاسك بيرفورمانس. لكن هم ما قدروش يجملوها اكتر من كده، هم قالوا ان البروجرامز موجوده في السنترال باترن جنريتور بشكل ستيريوتايبد، وهو السباينال كورد هارد وايرد مع الهاير سيستم او مع السنترال نيرف سيستم من فوق، وبالتالي هو بينفذ الاشارات اللي جايه له بالظبط، فيكرر او ينفذ circuits of movement او cascades of motor patterns according للتاسك اللي احنا عايزينها وخلاص. طبعا الموتور بروجرامينج ثيوري ليها ليميتيشن ان هي ظهرت وكانها بتخلي مسؤوليه السنسوري انبوت تماما من انتاج اي موتور كوماند او موتور بروجرام او موتور بيرفورمانس. ظهرت وكانها بتقول احنا مش محتاجين سنسوري انفورميشن اصلا ولا سنسوري ستيميليشن ولا اي نوع من ريفلكسيف باترن عشان ننتج الموتور موفمنت. هي اظهرت السنسوري ستيميليشن كنوع من الموديفيكيشن او الفيدباك لوبس اللي ممكن نحتاجها فيما بعد لتعديل البروجرام السنترال الموجود فوق، لكن احنا مش محتاجينها في الانيشيشن. وفي نفس الوقت هي خلت شكل الموفمنت هو بروجرام يتم تنفيذه وليس شكل من الانفيرمنتال ديماند عليك او شكل من التاسك نفسها ديماند عليك ممكن تحول الموتور بيرفورمانس بشكل كبير بالرغم من البروجرام بتاعك ثابت. واخيرا كمان الموتور بروجرامينج ثيوري ما فسرتش السنترال باتر جنريتور الموجوده في السباينال كورد اتخزنت بناء على ايه؟ يعني موجوده الانسان مخلوق بيها ولا هي اتكونت على مستوى السباينال كورد ايام ما كانت الدنيا بريميتيف، على ايام ما كان بس الكنترول بتاعك على السباينال كورد ليفل؟ فهي برضو ما اوضحتش ازاي السنترال باتر جنريتورز دي تم الاحتفاظ بيها بشكل ستيريوتايب جوه السباينال كورد او السباينال سيركتس. فبالتالي السنترال بروجرام الموجود في البرين يعني هيعتمد على السنترال باتر جنريتور الموجوده في السباينال كورد ازاي، واحنا ما فسرناش هي تم تكوينها ازاي من الاول. ومع ذلك الموتور بروجرامينج ثيوري يعني كان ليها كلينيكال امبليكيشن جميل جدا، بيقول ان انت المفترض قبل ما تعمل اي نوع من التريننج بروجرام للبيشنت بتاعك لازم تكون سنترال باترن في دماغه الاول. يعني انت عايز البيشنت يسرح شعره، فانت مش بتقول له احنا هنمرن العضله الفلانيه فهي هتساعدك انك تسرح شعرك، احنا مش هنمرن الحته الفلانيه فانت هتعرف تعمل الموف، لا انت بتشرح له الاول الحركه بتاعت يسرح شعره دي بتتكون من ايه، فين الجزء اللي فيه جراز، فين الجزء اللي فيه اكسترنال روتيشن، فين الجزء اللي فيه تكرار، فين الجزء اللي فيه ستارت واند. انت بتكون سنترال ايديا عن التاسك نفسها، وفي نفس الوقت انت ربطت البروجرام بتاعك بحاجه فانكشنال البيشنت محتاجها في الاي دي ال بتاعته، وحاجه الانفايرمنت اللي حواليه بتطلب منه هو ان هو يكون مهتم بمظهره. وبالتالي الامبليكيشن بتاعت الموتور بروجرامينج ثيوري حسنت حته كبيره من ان هي ربطت التريننج بروجرامز بتاعتنا بسنترال ايديا لازم تكون موجوده في دماغ المريض، وربطتها بجزء فانكشنال برضه على مستوى التاسك، وقدرنا منها يعني نحسن شويه فكره ان التريننج ما يبقاش سنجل ماسل اكشن
او سنجل جوينت موبلايزيشن، لا ده انا محتاج اكون باترن اوف موفمنت والبيشنت يحتفظ بيه، بالتالي يقدر يكرره فيما بعد بشكل جيد. وده كان ممكن من اضافات الموتور بروجرامينج ثيوري على الريهابليتيشن فيلد، ان هي كونت فكره انك لازم يكون في سنترال ايديا موجوده في مخ الشخص قبل ما يبدا يترين، حتى لو قطعت التاسك على مستوى سنجل ماسل اكشنز في بعض الاحيان لازم اتجمعهم على بعض في شكل باترن واحد او في شكل ايديا واحده كبيره. وده برضو ادى كرييشن للبي ان اف تكنيكس فيما بعد بمنتهى السهوله. الثيوري اللي بعدها اللي هي السيستمز ثيوريز او الديجريز اوف فريدم بروبلم. ديجري اوف فريدم بروبلم زي ما احنا اتكلمنا قبل كده معناها ان انا عندي اكتر من possible solution او اكتر من possible way ان انا اتعامل مع نفس التاسك او اتعامل مع نفس الديماند المطلوب مني. فهو سأل نفسه سؤال، كان ساينتست اسمه بيرنستاين، قال how does a CNS select a solution from an infinite number of possibilities، يعني ازاي انا بدور في الاخر او بطلع في الاخر way او solution هنفذ بيه الحاجه من عدد لا نهائي من الحلول. قال لك السولوشن ان الـ higher levels بتاكتيفيت الـ lower levels، يعني هو لسه متبني الفكره بتاعت الـ hierarchical theory، while lower levels activate synergies، يعني هو برضو متبني الحته بتاعت الموتور بروجرامينج ثيوريز، بس هو اضاف عليها شويه حاجات. قال ان هو معترف بالهيراركي، معترف بالسنترال جنريتور باترن، لكن هو كان عايز يدور فين الاستخداميه بتاعت السنترال جنريتور باترن والموتور بروجرامينج ثيوريز والهيراركي ثيوريز على ديجريز اوف فريدم او على البادي از ا ميكانيكال يونت. يعني هو ما دورش دلوقتي على البادي على اساس ان هو السنترال بروجرام نازل يتنفذ كل ده نيورال اسبيكت اوف مومنت، لا هو عايز يتكلم ان الجوينتس والديجريز اوف فريدم بتاعتها والماسلز اللي اكتنج عليها هي المحور الاساسي بتاع الموتور كنترول. يعني ازاي نقدر نستخدم العضلات على الديجريز اوف فريدم او على الرنجات بس اللي احنا عايزينها في الجوينتس، وازاي نقدر نستخدمها بافضل واقصر الطرق وبالتالي يبقى عندي موتور كنترول. فهو فكر في البادي على اساس ان هو ميكانيكال يونت بتستخدم افضل عضلات على اقل رنجات معينه وباسرع وقت عشان تحقق لك الاوبتيمال تاسك، كان هو هدفه ميكانيكال وليس نيورال. هو بيرنستاين قال انا عندي البادي عباره عن ميكانيكال سيستم ضخم، عندي ماني ديجريز اوف فريدم، عندي ماني رينج اوف موشن تو بي كنترولد، فازاي احل المشكله دي؟ فهو قال ان انا هبص للبادي كميكانيكال سيستم زي ما قال، ليه ماس وعليه external forces من بره وفي internal forces من جوه وهكذا. لكن هو كان ليه كلمه حلوه وقال ان الكوردينيشن اوف موفمنت، هتسمعوا لها definitions كتير على مستوى الترم، ability to use the right muscle at the right time with proper intensity to achieve purposeful movement. الديفينيشن ده جاي من برنستاين وجاي اصلا من الثيوري دي. هو قال ان الكوردينيشن اوف موفمنت هو mastering the redundant degrees of freedom of moving organism، يعني ازاي اقدر اعمل تحكم بشكل محترف في الديجريز اوف فريدم بتاعه الجوينتات وحتى الاماكن او الريداندنت، يعني حاجات اللي هي متبقيه من الجيت، ازاي اتحكم من جواها بحيث لو التاسك زادت عليا ازاي اقدر ادخل جوه الرنجات دي الزياده، لو التاسك الديماند بتاعها قل ازاي ارجع شويه في رينج اوف موشن والماسل باور بشكل متناغم وصحيح. طبعا المحترفين شويه هيعرفوا ان الايقونه بتاعه كنترول دي من لعبه في البلاي ستيشن 4، فمحدش يعلق عليها لو سمحت. فهو قال ان انا لو عندي التاسك ديماند زاد فانا محتاج ان انا ازود السينرجيز على مستوى السباينال كورد، شوف هو ما اتكلمش على البرين، وعلى مستوى السباين محتاج ان انا ازود السينرجي على مستوى اللور ليفل اوف كنترول، فده يزود الاكتيفيشن بتاع الماسلز بتاعت السينرجي جوه بقايا الرينج اوف موشن اللي لسه ما استخدمتوش. فهو بيتكلم ان الماسترنج بتاع الموفمنت عباره عن ازاي اقدر استخدم السينرجيز بشكل صحيح او مجموعات العضلات اللي بتتحرك مع بعضيها بشكل سليم عشان خاطر لو حصل اي ديماند انكريز او ديكريز ما يحصلش اي lack of coordination، يعني تفضل المسل اكتيفيشن مناسب للتاسك وتفضل الديجريز بتاعت الرينج اوف موشن مناسبه للتاسك برضه. فهو صدق ان السينرجيز ليها important role
في ان هي تحل degrees of freedom problem. تمام؟ فهو قال انا دلوقتي عندي مجموعة muscles act as one unit وبتنفذ task معينة, وفي نفس الوقت العضلات دي وهي بتنفذ التاسك, لو التاسك زادت عليها تزود الاكتيفيشن بتاعها, لو التاسك نقص تقدر تعمل ريدكشن في المسل تون بتاعها او في المسل باور بتاعتها, وبالتالي افضل دايما على نفس الخط مع الديماند بتاعي. لو خدت بالك من كلمة synergies وخدت بالك من كلمة group of muscle acting together, تعرف ان الراجل ده كان ليه دور في تكوين كلمة synergies على مستوى prime strong technique, وفي تكوين برضو الموفمنت باتن برضو على مستوى الدي ان اف تكنيكس, كان برضو مستوحاة من السيستم ثيوري اللي كانت مصدقة بشكل كبير ان السينرجيز اللي جواها جروب اوف ماسلز اكتنج توجذر واللي هي بتلف بشكل متميز مع السنتر بيتا جنريتور على مستوى السباينال كورد, هم اللي ليهم دور ضخم في الماسترنج بتاع الموفمنت وفي الكوردينيشن مور ذان ان هي بتتكلم على السنترال بارت بتاع البرين. لو خدت بالك البي ان اف برضه معتمد على جروب اوف ماسلز بتتحرك على مستوى بلكسس واحده في الابر ليمب وبلكسس واحده في اللامبر سباين, فتحس ان الكلام بتاع بي ان اف مشابه لهذا الكلام شويه, والكلام بتاع برانسترون برضو سينرجيز مشابه شويه للكلام ده. فتبقى انت دلوقتي عرفت الكلام ده كان مبني على السيستم ثيوري بتاع بيرنستاين. من السيستم ثيوري ظهرت بعد كده ثيوري تعتقد لغايه دلوقتي هي من افضل الثيوريز اللي حاولت تتكلم على الموتور كنترول, واللي بنى عليها على فكره جزء كبير جدا من الكتب الحاليه من الموتور كنترول اللي هي الدايناميك سيستم theory, the principle of self-organization. الثيوري دي قالت ان الموفمنت عبارة عن حاجة اسمها interacting elements, يعني في معطيات كتيرة في الحركة بتinteract مع بعضها كلها في نفس التوقيت. يعني مينفعش استنى كوماند جاي من فوق ينزل على الميدل ليفل ينزل على اللور ليفل ثم اللور ليفل يتفاهم ثم يبعت كده, الموضوع شكله ميكانيكال building زي المبنى كده, يعني بجيله من تحت لفوق من فوق لتحت. هم قالوا interacting element يعني كلهم شغالين في نفس اللحظة مع بعض, السنترال بارت شغال, السباينال كورد شغال, البرين ستيم شغال, الفيدباك سنسوري سيستم شغال, كوجنيشن شغال, بيرسبشن شغال, كلهم بينتراكت at the same time. فهو بيقول لك no need for specific neural or motor command programs. انا مفيش حاجه اسمها انا محتفظ برنامج ثابت في دماغي, انا عندي الدنيا تفاعليه جدا وفيها variability رهيبه بين الناس وبعضها. صحيح في movement pattern متعارف عليها, لكن لو انت قارنت نفس الجيت باترن في عدد كبير من الناس هتلاقي variability ما بينهم كبيره جدا جدا بالرغم من نهايه الموضوع ان كلهم بيمشوا. فهو الديناميك سيستم ثيوري قالت ان مفيش حاجه اسمها ان انا مستني بروجرام معين يتنفذ عشان اعرف اتحرك, ده انا عندي الاليمنتس كلها سواء كانت سنسوري اليمنتس بيرسبشوال اليمنتس كوجنيتيف اليمنتس موتور كوماند اليمنتس سنترال باتن جنريشن بري بلاند بروجرام, كل الناس دي بتتفاعل في نفس الوقت والناس بينها وبين بعضيها فاريابيلتي كبيره جدا جدا في تنفيذ نفس الموتور كوماند او نفس الموتور بيرفورمانس, وبالتالي في variability وبالتالي في optimal amount of variability, يعني في مساحة للvariability. أبعد من كده تبقى الدنيا weird ومش شكلها functional, وفي نفس الوقت كل واحد بيكاريت الاستراتيجي بتاعته عشان يميت الانفيرمنتال ديماند بغض النظر عن الانفيرمنتال ديماند العادي دي قد ايه وهو الموتور باور بتاعته قد ايه. فهي فتحت المجال لفكرة ان في variability كبيرة بين الناس, وبالتالي مش لازم كلهم يتحطوا على حاجة واحدة, يما يعملوها يما نسميهم عندهم lack of motor control. كمان الديناميك ثيوري او الديناميك سيستم ثيوري قالت ان الموفمنت اللي بتتحرك او الموفمنت اللي انت بتنفذها معتمدة على حاجة اسمها control parameter. الكنترول parameter ده او الموتور control parameter, parameter معناها حاجة مميزة لهذا الشخص او مميزة لهذا التاسك او مميزه لهذه الانفايرمنتال ديماند او مميزه للتاسك اتسلف والبيرسون اللي بينفذها. قال لك ان هو بيكون كريتيكال اليمنت, يعني كنترول بارامتر معناها اليمنت خطير, هذا الاليمنت ممكن يغير كل الموتور بيرفورمانس بتاعك, وليكن في المثال هنا الفيلوسيتي وليكن الويت او وليكن الهايت وليكن
الدينجر ليفل اللي انت كنت فيه وهكذا. وبالتالي الكنترول بارامتر عباره عن كريتيكال اليمنت ممكن يغير كل الموتور بيرفورمانس. انت كنت بتجري ومره واحده لقيت عمود في وشك، ده كريتيكال اليمنت هضطر ان ادفع ده باي طريقه حتى لو كعبلت وحتى لو التاسك كلها باظت. بالتالي في نوع من الفلكسبيليتي ومن الدايناميك انتر اكشن دايما شغال جوه نفس التاسك. في نفس الوقت الديناميك ثيوري قالت مش شرط يبقى عندنا سنترال كوماند. احنا قلنا مش شرط يكون جاي لي سنترال كوماند بالتفصيل انا هعمل ايه، لا انا هبدا الموفمنت ثم هينتر اكت جوه الموفمنت قدر الامكان، ثم هادابت على الحاجات اللي بتحصل، ثم هغير من بارامترز بتاعه التاسك او غير من البارامتر بتاعه الموتور بيرفورمانس بناء على اللي بيحصل لي. يعني هو بيقول لك كده بكلمه بسيطه، انا مش لازم اكون مخطط بالظبط انا هعمل ايه قبل ما اعمله، انا هبدا باقل حاجات ينفع يتعمل بيها الموضوع وهتعامل وانتر اكت مع نفسي جوه التاسك واشوف ايه اللي بيزيد وينقص، ايه اللي ممكن يكون محتاجه. وبالتالي ممكن احتاج بيقول لك may contribute to movement characteristic at will، يعني ممكن اغير الموفمنت كاركترستيك، ممكن اغير التاسك كلها بناء على الانتر اكشن اللي حصل اثناء تنفيذها. وبالتالي احنا هنا قلنا ان الفاريابيليتي ما بين الناس وبعضها في تنفيذ التاسك جايه من حاجه اسمها الكنترول بارامتر او احنا بنسميه كريتيكال اليمنت. في كريتيكال اليمنت تاني برضو الفاريابيليتي بين الناس بتبقى زياده بسببه، وهو الموفمنت ايرور او اخطاء الحركه. وده من اكتر الحاجات الفيزيكال ثيرابيست بيدور عليها اصلا في البيشنت، اللي هي الباسو ميكانكس، بيدور على الميكانكس الغير سليمه اللي البيشنت بيعملها اثناء الحركه. يعني واحد بيعمل شولدر ابدكشن مثلا، فتلاقي سيرفست عينه على السكابولا، المفترض ده ما يتحركش الا بشكل معين، لكن لما يلاقيها اكسسيفلي اليفيتد والبيشنت لسه ما رفعش ايده يلقطها على طول، يقول لك ان دي باسو ميكانكس في الموضوع او ده كريتيكال ايرور في الموفمنت. فهم بيقولوا الثيرابيست ويل يوز ثيرابيوتيك استراتيجي ديزاين تو ريديوس ايرور جايدنج يور بيشنت توورد ان اوبتيمال اند ستيبل موفمنت باترن. فالفكره ان البيشنت انا مهما نبهته لفكرة ان يعمل شولدر ابدكشن بالشكل الفلاني هو مش فاهم هذا الكلام، هو مش ساينتفك زيك، وبالتالي انا اللي عيني مفترض تبقى موجودة على الاوبتيمال موفمنت باترن اللي انا فاكره اوبتيمال. على فكرة البيشنت في جميع الاحوال بيحط ايده فوق دماغه، يعني هو كشخص حط ايده فوق دماغه ما انتبهش الاسكابلا بتاعته اكسسيفلي اليفيتد ولا اكسسيفلي ابورد روتيتد ولا وينجد ولا ايه بالظبط، هو عمل الموفمنت لغاية اخرها. لكن انا كثيرابيست عارف ان الاليمنتس المفروض تتفاعل مع بعض عشان تعمل لي هاند اباف هيد غير الاليمنتس اللي البيشنت بيستخدمها حاليا بتعمل له بين او بتعمل له نوع من الديسفانكشن في الايدي اللي بتاعته. فكلمه ان انا عندي جريت فاريابيليتي في الموفمنت باترن سمحت لكتير جدا من الناس ان هي تفضل مكمله الفانكشنال ليفل بتاع الايدي اللي بتاعتهم بغض النظر عن معرفتهم للاليمنتس اوف موفمنت من عدمه، وبغض النظر عن ان البين الموجود الحالي بيضايقه اثناء الحركه ولا لا. يعني من الاخر انت احنا كلنا مختلفين عن بعض تماما في كيفيه تنفيذ الموفمنت باترن، مفيش حاجه اسمها اوبتيمال موفمنت باترن، لكن في حاجه اسمها ان انت within the variability level اللي ما فيهاش موفمنت ايرور، لان الموفمنت ايرور بتعمل dysfunction لو كانت زياده، والdysfunction بيكوز بين والبين بيكوز stiffness ونبدا نخش في سايكل كبيره جدا من المشاكل. لكن احنا بينا وبين بعضينا احنا عندنا فيري ماتش فاريابيليتي بينا وبين بعض، واحنا بننفذ نفس التاسك، واحنا بننفذ نفس الاي دي ال، واحنا بننفذ نفس الموفمنت. بالتالي بيقول لك in contrast when variability is viewed as a critical element of normal function. فهتلاقي ان الثيرابيست بيحاول قدر الامكان ان يعرف البيشنت بتاعه كام وسيله ممكن يعمل بيها نفس التاسك غير الوسيله اللي بتوجهها. دلوقتي انت عايز تعمل هاند اباف هيد بشكل معين، انت ممكن تعملها بشكل تاني في الاسكابشن بلان، انت ممكن تعملها وانت الشولدر بتاعك فليكس 90 ديجري، انت ممكن تعملها وانت حاط ايدك فوق الترابيز عشان ما يحصلش سكابلر اليفيشن. انت بتحاول تعلم المريض ان يوصل للفانكشنال جول بتاعه بنيو اليمنت غير الاليمنتس الموجوده، وقد تكون الاليمنتس الجديده غير الاوبتيمال اليمنت اللي في دماغك كثيرابيست. وبالتالي طول ما انا مقتنع ان انا عايز اوصل لفانكشنال جول او الفانكشنال تاسك بمختلف الاليمنتس، يبقى انا ما عنديش حاجه اسمها لو البيشنت ما عملش السكابلو هيومرال ريزم زي ما الكتاب بيقول يبقى ما يرفعش كتفه. لا،
انت عندك زي ما قلت great variability بين البيرسونز وبعضها within the margins of error، يعني مش لدرجة ان حد يعمل حركة عنيفة جدا شكلها خاطئ تماما واقول ان ده خلاص ينفع. انت ممكن تسمح بelements جديدة تسمح لك بالـ ADL بتاعتك طالما ما وصلتش للموفمنت ايرور اللي عامل dysfunction. بالعكس انت ممكن تكتشف كمية كبيرة من الموفمنت باترنز وكمية كبيرة من الاليمنتس باترن برضو اللي تخليك تعمل نفس الاي دي ال ولكن ببين اقل بديسفانكشن اقل وفي بعض الاحيان بدون ما يحصل ديسفانكشن خالص او بين، وبالتالي بيشنت يعتمد عليها في الاي دي ال بتاعته مور ذان الفيري بيرفكت اوبتيمال باترن اللي انت بتبقى عارفه في الكتاب او انت ذاكرته او اخدته في الكورسز ان لابد ده عشان خاطر البيشنت يعمل التاسك بتاعته. مش شرط، خليك عارف ان في great variability بين البيرسونز وبعضهم في تحقيق نفس التاسك ولكن within the margins of error عشان ما يبقاش الدنيا مفتوحه لدرجه نسيب البيشنت يعمل substitution عنيف يعمل له اصابه او يعمل له soft tissue injury او يعمل له repeated pattern of pain بدون داعي. هنا هو بيحاول يديلك example، يقول لك if persons are asked to move their two index finger of the right and left hand out of phase. out of phase معناها ان انا ما اخليهمش شبه بعض يعني. while moving moving faster and faster يحصل نوع من حاجه اسمها phase transition، يعني في يعني عدم تناغم بين الصباعين بدا يحصل كل ما تزود السرعه بتاعت الصباعين. لو انت جربتها دلوقتي انك تخلي الاندكس فينجر يعمل فليكشن واكستنشن على مستوى الصباعين كل ما تسرع هتلاقي ما بقتش الحركه شبه بعضها، ده في تاخر في اليد الشمال مثلا، لا ده في تاخر في اليمين شويه، لا ده اليمين بتعمل احسن من الشمال. الترانزيشن فيز معناها انك لسه بتليرن هاو انك تعمل التاسك ده بشكل جديد، فطبيعي ان بيحصل نوع من البطء شويه ومع ذلك انت ستيل بتعمل التاسك برضه. فالفكره ان احنا عندنا فاريبيليتي within the margins of error. حتى الريسيرشرز قال لك ان الفاريبيليتي دي بتفضل تزيد تزيد تزيد، يعني ممكن واحد يعمل التاسك باكتر من شكل لغايه ما يوصل لحاجه اسمها ستيبل باترن. ستيبل باترن ده هو بقى بيعمل التاسك باقل مجهود ممكن وبافضل شكل ممكن. تبدا الستيبل باترن بعد كده تحول لحاجه اسمها بيهيفير. بيهيفير ده بقى خلاص حاجه مطبوعه وانت بتستخدمها. جرب كده مثلا تعلم السواقه وشوف كميه المصل تنشن في رجليك وفي ظهرك وفي رقبتك في الاول، وبمرور الوقت القصه بقت شبه مش موجوده، بعد كده بقت شبه اصلا ما بتبذلش مجهود وانت بتسوق، انت مجرد بس بتتابع حاجات بسيطه والدنيا ماشيه لوحدها. فكلنا عندنا اختلاف كبير جدا في الموفمنت اليمنتس وكلنا بنحاول قدر الامكان نوصل within the margins of error لفاريابيليتي تحقق لنا اقل وقت او افضل كونتراكشن، لكن طبعا هذا الكلام بياخد ريبيتيشنز كتيره جدا. فالديناميك ثيوري قالت احنا عندنا interactive elements of movement، interactive control parameters ممكن تهد الموضوع كله او ممكن تغيره، وفي نفس الوقت سمحت بكمية كبيرة من الاختلاف بين البيرسونز وهم بي acquire اي new skill او اي حتى functional task لكن within the margins of error. فلو احنا اجملنا الامبليكيشنز بتاعت السيستم ثيوري او الديناميك سيستمز ثيوري، هما كده بداوا يفهمونا ان انا عندي موفمنت باترنز ليها جريت فاريابيليتي بين البيرسونز بعضها، ليها كميه كبيره من الاليمنتس، بالتالي انا كسيرفيس لازم اكون فاهم ايه هي الاليمنتس المطلوب مني، سواء سنسوري سواء بيرسبشوال سواء كوجنيتيف سواء كسنترال ايديا سواء كريبيتيشن سواء كمارجن اوف ايرور، يعني ايه اشكال الخطا اللي البيشن ممكن يعملها، سواء كانتر اكشن اثناء التاسك نفسها وهي شغاله، سواء كريبليكيشن للموفمنت يعني اقدر اكررها كام مره ورا بعضيها بنفس الشكل، سواء كترانزيشن فيز. فانا طالما عرفت ايه هي الاليمنتس هقدر اديزاين بروجرام شكله كويس في موفمنت باترن شكلها يعني نقدر نقول ان هي قابله للتكرار على مستوى الاي دي ال، قبل التكرار بالنسبة لهذا البيشنت، لأن خلي بالك كده كل بيشنت ممكن يبقى له الشكل الخاص من تسريح شعره. صحيح هما كلهم متشابهين مع بعض شوية في الشولدر ابدكشن وكسرنا روتيشن، لكن مش كلهم بيعملوا نفس الديجري. طالما أنت قبلت الفاريابيليتي والإنديفيدواليتي بين البيشنتس بعضهم يبقى أنت الدايناميك سيستم ثيوري بدأت تكون موجودة في بالك. حاجة كمان أخيرة إن changes in movement may not be necessary result أو مش لازم يحصل من neural change، مش شرط. ده variability بيننا وبين بعض، يعني كل واحد ليه genetic map بتاعه وكل واحد ليه الموتيفيشن بتاعه وكل واحد ليه الفيزيكال باور بتاعته، مش شرط تكون إن عنده خلل neural وبالتالي
عنده حاجه غريبه بتحصل في الموفمنت. كل الموضوع انك لازم تانكورج البيشنت تو اكسبلور فاريبل موفمنت، لازم البيشنت يعرف عنده كام طريقه يعمل بيها نفس التاسك، كام موفمنت باترن يقدر يعمل بيها نفس الاي دي ال، كام شكل من الكونتراكشن ممكن يفيده وبيشيل حاجه. كل ما انت نوعت الاشكال بتاعه الريهابيتيشن بتاعك وكل ما تنوعت الاختيارات للبيشنت، كل ما كان البروجرام بتاعك سكسسفول بشكل كبير جدا. ثم جاء جيبسونز وقال انا مقتنع ان الانفايرمنت ليها دور ضخم جدا جدا في تحديد الموتور بيرفورمانس بتاعك. وهو قال انا هعمل زي موديل اسمه بيرسبشن اكشن. واحنا قلنا بالفعل كوجنيشن بيرسبشن اكشن، هو الراجل اعتمد جدا على البيرسبشوال بارت وقال ان انا محتاج عشان اطلع حاجه اسمها جول دايركتد موفمنت او جول دايركتد اكشن لازم اكون من الاول وزين سبيسيفيك انفايرمنت. ما ينفعش ابقى بطلع كده جول من دماغي وانا قاعد كده في انفايرمنت ملهاش دعوه اصلا بالتاسك. يعني دلوقتي عايز اعمل مثلا اي نوع من السترينثنينج بروجرامز ولازم يكون حواليا التوز المعينه ولازم يكون حواليا الجيم الفلاني، لازم يكون حواليا كذا كذا موتيفيشن مش عارف كذا، ما بقاش في انفايرمنت مالهاش علاقه بالتاسك بتاعتي واقول ان انا هطلع جول دايركتد موفمنت من انفايرمنت مالهاش علاقه بيا. فهو اعتمد تماما على ان الانفايرمنتال فاكتور تكون ريليفنت للتاسك اللي حضرتك اصلا عايز تعمله من الاول عشان يبقى عندك البروبر سنسوري ستيمولاي ومنها البروبر بيرسبشوال اكشن ومنها بعد كده كوجنيتيف سنترال باترن يكون متكون بشكل سليم. هو رايه كده ان لازم يكون الانفايرمنت مناسبة ومطابقة للجول اللي انت عايز تعمله وإلا هيبقى الجول معاكس للانفايرمنت فتكون الموفمنت ماتر طالعة يا بشكل مش صحيح يا بشكل ما يخدمش أصلا الانفايرمنت الصحيحة المفروض تتعمل فيها. فهو جيبسونز يعني from ecological يعني perspective قال إن الأورجانيزم بيديتكت الانفورميشن في الانفايرمنت الأول اللي بتبقى relevant للاكشن اللي هو ناوي يعمله، ثم يحاول يبروسيس ازاي يعمل هذا التاسك ثم ينفذ التاسك بتاعه. وهو وسع الموضوع وقال ان انا بناء على sensory motor systems هحدد بالظبط ايه sensory information اللي انا عايزها، هكون منها perception plan، الperception اللي هيحدد لي بالظبط cognitive process عامله ازاي، ومنها هنطلع movement goals ثم اطلع motor command بشكل سليم. الراجل كان مهذب جدا وكان رايه ان الانفايرمنت لازم يكون مطابقه للجول والا الجول بيطلع مشوه. فالليميتيشن الوحيد بتاع الايكولوجيكال ثيوري ان هي فسرت لك الدنيا على اساس ان الانفايرمنت هي الاساس بتاع كل شيء. طب الاورجنايزيشن بتاع السنترال نيرفس سيستم دوره ايه؟ طب السنترال بدن جنريتور دورها فين؟ طب الانتر اكتيف اليمنتس موجوده فين؟ للاسف لم يتم الحديث عليها. وبالتالي الايكولوجيكال برسبكتيف اعتماده فقط على الانفايرمنت في تحديد الموتور بيرفورمانس ما كانش كافي لتفسيره في وقتها. وبالتالي انت هتلاقي معظم النيورال ريهابيليتيشن ابروتشز معتمده في الفكر بتاعتها على السيستمز او الهيراركي او على الريفلكس او على البروجرامينج او على الانفايرمنت بشكل كبير. لو انت جمعت من المحاضرتين دول ان انت عندك elements انت محتاجها عشان خاطر تعمل successful rehabilitation program، فانت محتاج جزء من reflex theory عشان تعمل مثلا facilitatory techniques للبيشن بشكل كويس، وعشان تحكم على الموتور recovery بتاعه هل هو عنده absent control على اي reflex ولا عنده hyperreflexia او spasticity او rigidity ولا عنده complete control على reflexes فهو راجل بقى في recovery phase. وكنت برضو محتاج تعرف من الهيراركي انك تعرف انك عندك higher level of control, mid level of control و lower level of control. فانت فهمت دلوقتي ان البيشنت بتاعك بيكون بادئ في الاول بالspinal level of control ثم brainstem يبقى اشتغل شوية، ثم انا هدفي ان انا ازود الcorticalization بتاع الموفمنت، فالتالي ان انا ازاي control على الموفمنت باترن دي. ودي كمان اتعرضت ان بوبس وبرانستروم فسروا باستخدام الثيوريز دي، فسروا ليه انت عندك abnormal posture reactions، فسروا ليه ممكن يبقى فيه اعتمادية على pathological reflexes في الاول to regain muscle tone. وكمان بدأت تفهم ان فيه interactive element و variability كبيرة جدا بين الاشخاص وبعضهم وفين degrees of freedom وبعضها، بالتالي كل person ليه شكل rehabilitation مختلف عن التاني.
معرفتك بالثيوريز اوف موتور كنترول هتحسن جدا جدا من طريقة وضعك للريهابيليتيشن بروجرامز فيما بعد، وهتعرفك كل بيشنت في أنهي مرحلة بالظبط من الموتور كنترول. هل البيشنت ده عنده interactive elements، ولا هو في مرحلة السباين السباينال ريفلكسس يعني، ولا هو عنده كورتيكاليزيشن كويس لكن مفيش انفايرمنت اصلا يشتغل فيها، ولا ايه بالظبط. فكونك بدات تشغل جزء من تفكيرك ان انا عندي انديفيدوال وليه كرايتيريا، وعندي تاسك وليها كرايتيريا، وعندي انفايرمنت وليها كرايتيريا، وفي نفس الوقت الميثودز اللي بستخدمها في حاجات منها ريفلكسيف، حاجات منها انتراكتيف اليمنتس، حاجات منها فيها فاريابيليتي، حاجات منها معتمده على الانفايرمنت. كده انت بدات تحسن من شكل الريهابيليتيشن بروجرام او من نيورولوجيكال ريهابيليتيشن مودلز اللي انت ناوي تستخدمها مع باذن الله. فلو انت خدت كده ريفلكس بيزد، يعني انت ناوي تشتغل كريفلكس بيزد نيورال مثلا ابروتشز، هتلاقي ان برانستروم وبوس فيها كميه كبيره جدا جدا من الريفلكس بيزد بروجرام، زي ما انت ما خدت مثلا اللي هو الفاسيليتاتوري تكنيكس كلها ريفلكس بيزد بروجرام، تمام؟ حتى الفاسيليتيشن بتاع باثولوجيكال ريفلكسز واحيان كلها برضه ريفلكس بيزد بروجرام. وبالتالي كل الشغل بتاع بوباس وبرانستروم كان والانديتي والبي ان اف بار احيانا معتمد على ريفلكس بيزد نيورال فاسيليتيشن بروجرام. فسروا برضه بالريفلكس بيزد ابروتشز ليه في ابنورمال موفمنت باترن، ليه لازم الريكفري يكون معتمد على الكنترول بتاع الابنورمال موفمنت باترن، ازاي انهبت هذا الكلام وفاسيليتيت الناس النورمال، ليه لازم يحصل ريبيتيشن للنورمال موفمنت، لازم ليه تريسمبل اي دي ال او فانكشنال تاسك مش مجرد كده، لازم تكون البيئه المحيطه بتاعه البيشنت فعلا مناسبه للتاسك اللي بدربه عليها. كل هذا الكلام كان مبني على الثيوريز اللي احنا لسه قايلينها كده. حتى التاسك اورينتد ابروتش اللي بيسموه موتور كنترول او موتور ليرنينج ابروتش، هتلاقي ان حتى التاسك اورينتد ابروتشز برضه فاهمه كويس جدا ايه التاسك كونسترينتس، ايه المطالب بتاعه التاسك من الشخص، ايه الانفايرمنتال فاكتورز بتاثر عليه، ايه الانديفيديوال كونسترينتس بتاعته وهكذا. فتلاقي ان النيورال ابروتشز معتمده من فهمك للثيوريز ازاي تعرف تعمل ابروتش بشكل كويس، حتى لو ناوي تعمل هايبريد ابروتش من دماغك انك تستخدم التاسك اورينتد بشكل كامل ومعاه جزء مثلا من الايكولوجيكال والانفايرمنتال بشكل كبير، ازاي اقدر ادخل ما بين اكتر من اليمنت عشان احقق في الاخر النتيجه المطلوبه مني مع البيشنت. وهنا بيقول لك التاسك اورينتد ابروتش موفمنت از اورجنايزد اراوند ا بيهيفيرال جول اند از كونسترينت باي ذا انفايرمنت باي ذا تاسك كونسترينت باي ذا انديفيديوال باور وهكذا. Patients learn by actively attempting to solve the movement problem rather than repetitively practicing normal pattern of movement. يمكن دي اخر واهم جمله في المحاضره. خلي بالك ان احنا قلنا ان في great variability بين الناس وبعضها، مش لازم ادرب البيشنت على الاوبتيمال نورمال موفمنت باترن، لا انا احسن لي ان انا ادربه ان هو ازاي يبقى as functional as possible، او البيشنت بتاعي يستخدم قدر الامكان الاليمنتس المتاحه ليه في البيئه بتاعته عشان يحقق اكتر فريدم للموفمنت بتاعته. فانتبه، انت مش بتراستر الجهاز وترجعه نورمال، انت ممكن تستخدم اليمنتس كتيره تكون اقل من المعتاد لكن تحقق بيها افضل فانكشنال اوتكم من كل كيس. ده كان اهم حاجه في الثيوريز، وارجو ان الموضوع ما كانش يكون صعب. قدر الامكان حاول ترجع للاجزاء بتاعه المحاضره عشان تفهم كل ثيوري كان هدفها الاساسي ان هو يامبلاي ايه او يحسن لك الريهابيليتيشن بروجرام بشكل عامل ازاي. وشكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.